صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 65 لسنة 2022 بتعيين مدراء بوزارة الداخلية، وذلك بناء على عرض وزير الداخلية. وجاء في القرار المادة الأولى يعين السادة التالية أسماءهم مدراء في وزارة الداخلية: المقدم مهنا إبراهيم مهنا النعيمي، المقدم خليفة سعد علي السعدي، المقدم عبد الله محمد محمود الدوادي، المقدم نواف يوسف أحمد مطر، المقدم أنور محمد أحمد جبر، المقدم منذر مختار إبراهيم الصباح، المقدم فهد خليفة جاسم الأحمد، الرائد أحمد سعد علي السعدي، الرائد مروان أحمد جاسم محمد، الرائد سلمان أحمد عبد الله الخليفة. المادة الثانية: يتولى وزير الداخلية تسكين المدراء المذكورين في المادة الأولى من هذا القرار في الإدارات الشاغرة بوزارة الداخلية وفق مهام ومسؤوليات كل إدارة والاشتراطات اللازمة في من يشغلها بمراعاة مؤهلات وخبرات كل منهم.